بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. ثلاث امبارح يوم الثلاث زي ما حضراتكم عارفين كان اخر يوم السيد المسيح دخل فيه الهيكل. زي ما قلنا يوم الاثنين كان ادى تعاليم كتيرة كلها مختصة بملكوت السماوات، فدى امثال زي مثل عذار الحكيمات وكذا مثل كلهم عشان يوجهوا انظرنا للسماء. فكان يقول يشبه ملكوت السماوات يشبه ملكوت السماوات. كان في حوارات كتيرة سواء مع الصدقيين مع الفريسيين مع جمع كتير من اليهود وقادة اليهود، هدفها كلها توجيه عيوننا للسماء. وبعد كده لما خلص الحوارات والأمثال رجع على بيت عنيا اللي هو المكان اللي بيرجع يبات فيه كل يوم، ودي كانت آخر مرة دخل فيها المسيح الهيكل، آخر مرة يوم الثلاث. وعمل إيه؟ إدى تعليم، وبعد كده راح يستريح في بيت عنيا. يوم الأربع كله اللي هو النهاردة الصبح أضاء في بيت عنيا، ما طلعش ما راحش الهيكل ما راحش أي حتة، كأنه استعداد ليوم الخميس، عشان يوم الخميس ده في حاجة حلوة وفي عاصفة. في حاجة حلوة ان هو هيسلم سر الإفخارستية الجسد والدم، وفي العاصفة اللي هي بالليل ان هو تسليمه وبداية المحاكمات وبداية الصلب. فكأن المسيح عايز يقول لنا بعد التعليم في فترة هدوء نعمل فيها ايه؟ اقعد مع التلاميذ بتوعي اشجعهم اقويهم، اللي هو احنا التلاميذ بتوعه نتشجع ونتقوى نبقى واثقين فيه، بس في نفس الوقت هدي فرصة لمجموعتين من الناس، ودول اللي اتذكروا في انجيل الساعة الثالثة اقرا بالانجليش، فاقرا جزء مع حضراتكم بالعربي. انجيل الساعة الثالثة من انجيل معلمنا مرقس الاصحاح ال14، عشان يقارن ما بين اتنين، يهوذا كان بيعمل ايه وساكبة التيب كانت بتعمل ايه. فكأن احنا اخدنا التعليم وبعد كده it's up to us، احنا اللي لنا الاختيار هنمشي في اسلوب يهوذا ولا هنمشي في اسلوب ساكبة التيب. فهارى الانجيل بس النص الاخراني الاول، بعد كده ارجع للنص الاولاني عشان يهوذا هو النص الثاني. ثم ان يهوذا الاسخريوطي احد الاثنى عشر ذهب الى رؤساء الكهنة، هو اللي راح بنفسه لكي يسلمه إليهم، فلما سمعوا فرحوا وأعطوه فضة، فكان يلتمس فرصة كيف يسلمه بحيلة. ودي النقطة اللي عايز أتكلم مع حضرتكم فيها النهاردة، يلتمس فرصة، أو في ترجمات أخرى يطلب فرصة، أو في إنجيل تاني يعني يستنى أي فرصة أو يدور على فرصة إن هو يعمل حاجة. يهوذا كان عنده محبة المال، كان عنده دعوة ان هو يبقى مع التلاميذ. خلي بالنا ان يهوذا كان من ضمن التلاميذ اللي المسيح بعتهم يعملوا معجزات، ورجعوا وقالوا له احنا اخرجنا شياطين باسمك وصنعنا قوات وشفينا مرضى. يعني كان عنده نفس اللي عند بطرس ويعقوب واندراوس ويوحنا، فاخد الموهبة دي وعاش بيها. لكن في حاجة مش مظبوطة جواه، محبة المال، الارتباط بالأرض زيادة زي ما نقول، ففي حاجة خليته ياخد القرار ده، انتهز فرصة. خلي بالكوا قبل الفرصة دي كان في يعني هو اللي راح، مش موجودة في إنجيل مرقس، بس هو اللي راح لليهود وقال لهم تدوني إيه وأنا أسلمه لكم. فهو عمل لنفسه فرصة إن هو راح وقال أنا عايز أخد حاجة تدوني إيه وأنا أسلمه لكم. لما اتفقوا معاه على الأجرة 30 من فضة كان بقى بينتهز فرصة عشان يسلم. طيب نرجع للجزء الأول من الإنجيل بقى، نفس الإنجيل نفس الإصحاح مرقس 14، فيما هو في بيت عنيا في منزل سمعان الأبرص متكئ. في واحدة سمعت فانتهزت فرصة، بس دي بقى إيه الفرصة اللي انتهزتها؟ جاءت امرأة ومعها قارورة طيب ناردين خالص بيور كثير الثمن، ف
فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم قد تذمروا فيما بينهم قائلين لما كان إتلاف الطيب. بس الست دي سكبت الطيب، والإنجيل ما ذكرش اسمها، لأن كل واحد فينا ممكن يكون زي سكبة الطيب دي. فانتهزت فرصة برضو وكسرت القارورة وسكبته على رأسه. يبقى هنا في واحد اللي هو التلميذ باع الدعوة السمائية ان هو يكون واحد من الاثنى عشر بحاجة أرضية، عايز فلوس، عايز سمعة، عايز أي حاجة. وفي واحدة باعت حاجة غالية قوي، طيب ناردين نقي كثير الثمن، باعت كل حاجة وديتها للمسيح عشان تطلب السماء. عشان أقول لكم بس الطيب الناردين يقال إن ده كانت بتستخدمه العروسة لتطيبها، ومن how pure it is إن بيقول إن هو بيقعد 7 أيام معها في جسمها. فشوفوا قد إيه pure it is، نقي قد إيه وغالي قد إيه عشان يبقى كده. فسكبت، يعني ممكن تكون، ممكن الست دي مخليها اليوم فرحها، ممكن فجت وقررت ان هي هتسكبه في اليوم ده، فاستغنت عن كل ما هو ارضي من اجل ما كل ما هو سماوي. طيب هرجع محرك النقطة الأولانية واربطها بحاجة تانية. احنا قلنا المسيح ادى تعليم وبعد كده استريح يوم عشان يدي فرصة لكل واحد يفكر، علشان في الاخر يوم الخميس هيدي سر الايه؟ الإفخارستية. احنا سر الإفخارستية بناخده فين بقى؟ في القداس. تعالوا نطبق ده على القداس. يجي في حاجة اسمها قداس الكلمة. قداس الكلمة ده في ايه؟ في التعليم، في بولس، كاثوليكون، إبراكسيس، مزمور، إنجيل، وعظة. هذه التعليم، كل الهدف من التعليم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات، توبوا تنقوا علشان نتناول. وبعد كده المفروض لو في موعوزين في الكنيسة اللي هم الناس اللي عايزين يأمنوا بيخرجوا، وبعد كده بنبتدي قداس اللي هو من أول صلاة الصلح اسمه قداس مين؟ المؤمنين، اللي هو إحنا، إن إحنا we made our mind already، وإحنا مبسوطين إن إحنا المسيح يبقى ملكنا وهناكل جسده ودمه. بس هنا نفس الفكرة، إن الكنيسة أدت التعليم، بولس، كاثوليكون، إبراكسيس، وبعد كده أنتوا يا موعوزين ليه كل اختيار، فكروا، اقعدوا، ادرسوا، بعد كده تيجوا تتعمدوا، يا اما خلاص يا تبقوا زي يهوذا يا اما تبقوا زي المراه سكبه الطيب. طيب عشان ما نتخضش برضو، يعني انا ممكن اكون يهوذا، اي واحد يكون فينا يهوذا، هل عشان انا انتهزت فرصه وعملت حاجه وحشه يبقى that's the end of the world، خلاص الدنيا انتهت؟ لا. طيب نشوف المسيح اتعامل مع الفرصة دي ازاي، وتعامل مع الفرصة دي ازاي عشان يبقى عندنا رجاء ونبقى مبسوطين على طول. لما المرأة كسرت كارورة الطيب، هي انتهز الفرصة وضحت بالأرض عشان تكتسب السماوي، فكسرت كارورة الطيب. لكن الناس ما سكتوش، قعدوا يدينوا ويقولوا يعني كان يمكن أن تباع وندي للمساكين والفقراء. المسيح برضو انتهز الفرصة من طرفه وقال لهم ايه؟ عملا حسنا عملت بي، لان عملت ده لايه؟ لاجل تكفيني. واحنا لو رجعنا كده وشفنا الصلب والتكفين فعلا عدت من غير حنوط، ففعلا ده قعد، لو قلنا فعلا بيقعد 7 أيام في الجسم يبقى هيقعد وقت الصلب ووقت الدفن لحد وقت القيامة. فلو اخذنا انتهزنا الفرصة الصح هناخد مدح من المسيح على محبتنا، حتى لو الناس دنونا، حتى لو الناس قالوا كلام مش مظبوط، المسيح هينتهز الفرصة ويشجعنا ويمدحنا على الحاجة الكويسة اللي احنا عملناها. طيب ولو اخدنا موقف يهوذا و at some point احنا قررنا ان احنا نبيع السماء بحاجة على الارض، هل المسيح هيسيبنا ويقول تهلكوا خلاص؟ لا، المسيح انتهز كذا فرصة علشان يوبخ يهوذا. ففي مرة من المرات قال لهم ان انا هأصلب وهموت وهدفن 3 أيام وهقوم، بس خلي بالكم واحد منكم اللي هيسلمني، فخلي بالكم. فكأن يهوذا اللي كان بيفكر ساعتها في المال ياخد باله. ساعة الفصح قال لهم بقى اللي هيغمس ايده في الصحفة هو اللي هيسلمني، فانتهز الفرصة ونبه مين؟
يهوذا بيقول له خلي بالك انا عارف ان انت اوريدي رحت واتفقت وقبضت، بس انا بنبهك لسه في فرصه حتى الاخر. ولما جه وقال له السلام يا معلم وقبل فمه المسيح، انتهز الفرصه دي خلاص اخر لحظه وقال له ابي قبلة تسلم ابن الانسان. فحتى لو انت اخذت القرار الغلط وانتهزت، اهدى كده واسمع، اكيد المسيح بينتهز فرصه ويتكلم لينا. اتكلم بقى بكذا اسلوب، بتجارب، بآية من الانجيل، بوعظة، بمسج جات لك على الموبايل، بموقف حصل في الشغل، بأي فكر يجي لك. المسيح بيتكلم كتير، بس لو يهوذا كان مصحصح شوية ومش مسيطر عليه محبة المال او محبة الارضيات خالص، كان انتهز اي فرصة من الفرص اللي المسيح انتهزها ونبهه بيها، وكان هيقوم على طول. واضحة الفكرة دي؟ يعني احنا بشر، مش لازم نبقى زي سكيبة الطيب على طول، مش لازم كل الفرص هنستغلها صح، لكن المرة الفرصة اللي هتضيع مني انا بقى استنى، لان المسيح عمره ما هيعدي وقت من غير ما هو كمان ينتهز الفرصة وينبهني، وينبهني بأي اسلوب. طيب عايز اقول لكم لو احنا انتهزنا الفرصة الصح ممكن يحصل ايه، ولو انتهزنا الفرصة الغلط ممكن يحصل ايه، او ندي شوية امثلة. لما المرأة ساكبة التيب انتهزت الفرصة، ناخد منها ثلاث دروس بسرعة كده. اول حاجة، هي ادت اغلى ما عندها، زي ما شرحنا ان التيب ده كان بيور 100% بيور، غالي خالص. واخدتوا بالكم الانجيل بيقول ايه؟ هقراه كده. جاءت امرأة ومعها قارورة طيب ناردين، قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن. هي عايزة تسكبها على رأس المسيح ومعها قارورة، المفروض اللوجيك ان هي تعمل ايه؟ قارورة تفتحها وتدلقها. فاكرين الكلمة اللي جت في الانجيل ايه؟ كسرتها. تفتكروا ليه؟ هي عايزة بسرعة، هي محبتها انا مش هفتح، انا مش وانا لسه هستنى وافتح. اللي بيحب ربنا هيعمل اي حاجة، راح تجاب كسرت تدلق وبعد كده تمسح. لو احنا قدمنا اعمال محبة، قدمنا للمسيح فعلا اغلى ما عندنا، هنقدمه واحنا ايجر، احنا مبسوطين ان احنا بنقدم كده، فهنقدم اغلى حاجة وهنقدمها بسرعة، ومش مهم هتتقدم ازاي، انا من محبتي هعمل اي حاجة. فخلي بالكم، نقدم اغلى حاجة ونقدمها بمحبة. المحبة دي بقى هتعلمنا ازاي نقدمها. فلما نيجي عن كلمة كسرت دي، تدينا مسج كده، مش أغلى حاجة بس، لا هتتقدم بمحبة كمان. تاني حاجة، الست دي لما سمعت الناس بيتكلموا ويهوذا اتكلم وتتباع وتلتمية من الفضة، وبعد كده التلاميذ بدأوا يناقشوا نفس الموضوع، كانت الست ممكن يعني تتكسف وترجع خطوة لورا وتقوم ماشية. هل هي عملت كده؟ همها كلام الناس؟ احنا برضو كمسيحيين احنا ما يهمناش كلام حد. لو احنا عارفين احنا بنحب مين وبنقدم لمين، مش مهم الناس يقولوا ايه. يعني ولو اتكلمنا في الموضوع ده كتير، سواء المجتمع بيقول ايه، سواء الميديا بتقول ايه، سواء زمايلنا في الشغل بيقولوا ايه، سواء احنا بنفكر ازاي، لا، انا لو عارف انا بقدم ايه لمين، مش مهم الناس تقول ايه. حاجة تالتة ممكن نتعلمها، الست دي يعني كانت ممكن تجيب هدية، كانت ممكن تدي فلوس وتقول له دي تحت تصرفك، لكن هي حبت بالأسلوب بتاعها. فإحنا لما نحب بالأسلوب بتاعنا. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد حابب مثلا في الجمعة العظيمة هو عايز يقدم كل حاجة لربنا، هيجيب بوكيهات ورد. طب إحنا مثلا محتاجين بوكيهين ورد، لكن هو من محبته عايز يجيب 10، خلاص هو ده المحبة. واحد يقرا في الانجيل ان احنا نقدم العشور، طب هو عايز يقدم اكتر من عشور، عايز اقدم 15-20%، عايز اقدم من غير ما احسب، خلاص هو ده الاسلوب اللي انا عايز احب بيه. واحد عايز لما الناس تمشي يمسح دكك الكنيسه حتى لو نظيفه، او يوضب الكتب، او يعمل اي حاجه. واحد عايز يحب المسيح يجي ينظف الحمامات ولا يعمل. حب بالاسلوب اللي يريحك، بدال ما فيش فيه حاجه غلط. لو في حاجه غلط بلاش، لكن اي اسلوب فيه محبه للمسيح وملكش دعوه بكلام مين؟ الناس. يبقى نقدم اغلى ما عندنا
بمحبة، ملناش دعوة بأسلوب الناس، ونقدم بالأسلوب اللي يريحنا بدل ما فيش فيه حاجة غلط. عايز أقول لكم عن واحد تاني انتهز فرصة حلوة، اتذكر برضو في بداية الأسبوع ده. فاكرين زكى العشار؟ زكى العشار ده راجل قصير وعشار، يعني محدش بيحبه عشان بياخد فلوس اليهود ويديها للرومان، ماشي؟ فعمل ايه بقى زكى ده؟ سمع ان المسيح ايه معدي. تعالوا نطبق اللي احنا قلناه من محبته، ما فكرش في مركزه ايه، انا مش مهم انا اشتغل لمين ولا الناس هيقولوا عليا ايه لما هتنط على الشجرة، وراح طلع على الشجرة وعايز بس، هو مش عايز حاجة غير يشوف المسيح، يشاور له يشوفه بس من فوق ولا حاجة. فطلع وما هموش الناس. ايه اللي حصل بقى؟ المسيح لما لقى زكى انتهز الفرصة، راح المسيح كمان انتهز الفرصة وقال له ايه؟ يا زكى اسرع وانزل، لانه ينبغي ان امكس اليوم. ايه؟ راح زكى لما لقى المسيح انتهز الفرصة، راح البيت وعمل له وليمة واستقبله. فالمسيح بدخوله للبيت، ان المسيح انتهز الفرصة ودخل بيت زكى العشار، راح زكى جات له فرصة تانية ان انا توب، فوقف وانتهز فرصة تانية وقال يا رب اموالي هعمل فيها كده وهدي للمساكين والفقراء، واللي ظلمته ارد له، الكلام اللي حضراتكم عارفينه. فاللي عايز اطلع له من قصة زكى برضو، ان فرصة حلوة هتنتهزها ربنا هينتهز فرصة ويكافئك، فهتنتهز فرصة تانية فربنا هينتهز فرصة، وتتنقل من انتهاز فرصة لانتهاز فرصة، وتبقى سايكل عمرنا ما نطلع منها من البركات. لكن يهوذا لما انتهز فرصة غلط، والمسيح حاول ينتهز فرصة ويوبخه، بس يهوذا ignored it، يعني ما اخدش باله وكمل السايكل، كمل الدورة غلط، فاخد قرار تاني غلط وانتهز فرصة تالت غلط. النهاية كانت ايه؟ النهاية كانت غلط. لكن اللي يبتدي الدورة صح والمسيح يكمل معاه يكمل صح. بس اجين عشان ما نتضايقش من يهوذا، لو عملنا حاجة غلط في المسيح بينتهز فرص كتيرة واساليب كتيرة عشان ينبهنا بيها. طيب اقول لحضراتكم نقطة كمان، احنا لو قلنا ان المسيح قعد يوم الاربع في بيت عنيا عشان يدي كل واحد فينا فرصة ان هو يراجع نفسه ويشوف هيتبع طريق يهوذا ولا هيتبع طريق المرأة ساكبة التيب، عشان في الاخر يستحق يتناول ولا ما يستحقش يتناول. لما احنا ايه ابلاي ديت على القداس، لما احنا حاولنا نطبق الموضوع ده على القداس، تعالوا نشوف فين الفرص اللي عندنا اللي الكنيسة بتحطها لنا على أساس إحنا نقدر نراجع نفسنا ونشوف هناخد أي طريق. ولو ركزنا شوية في الفرص دي يمكن تخلينا نركز أكتر في القداس، تخلينا نركز أكتر في العشية، تخلينا نحب نيجي العشية، نيجي التسبيحة، نيجي القداس بدري. أولاً العشية قبل القداس انا ممكن اكون شغال من الاثنين للسبت، حتى لو شغال 6 ايام في الاسبوع، باجي يوم السبت كده بالليل الكنيسة بتقول لي تعالى انسى كل حاجة، اقعد مع نفسك في الكنيسة في عشية وفي تسبيحة، الفترة دي تراجع فيها نفسك. فلو قررت تقدم توبة في فرصة نعترف ونتوب ونمجد ربنا في التسبيحة، فبالتالي اجي تاني يوم اقدر اتناول من الجسد والدم. طيب لو انا ضيعت الفرصه دي، نمت زياده، رحت عملت حاجه اضافيه ما جتش، فرصه ضاعت، هل كده نهايه المطاف؟ لا، في تاني يوم في الفرصه في باكر هي العشيه. لو جيت باكر دي مقدمه للقداس، اقدر اقعد كده واستريح واقول يا رب انا جاي هنا ليه؟ أنا جاي عشان أنسى كل ما هو أرضي عشان أكسب كل ما هو سماوي، ولا أنا جايب فكر الأرض ومشاكل العالم وداخل بيها الكنيسة علشان أشغلك معايا بيها؟ فاللي ضيع العشية يجي باكر. طب واللي ضيع باكر؟ أبونا بيقرأ تحليل، سواء تحليل الابن في باكر أو تحليل الخدام، فبيقول يا رب إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم
بالفعل بالقول، نبتدي بقى نراجع نفسنا. هل أنا جاي؟ إحنا أخطأنا خلاص، وأبونا بيقول إحنا أخطأنا. هل أنا جاي وتايب؟ فبالتالي التحليل ده يبقى ليا، فخطاياي تغفر وأقدر أتناول، ولا أنا جاي وأنا مصمم على اللي أنا فيه وجاي بس وطالع تاني؟ فكل النقط اللي أنا بقولها لحضراتكم دي هي اعتبروها يوم الأربعاء اللي إحنا فيه ده. المسيح إدى تعليم ومستنينا نفكر، هنمشي في طريق يهوذا ولا هنمشي في طريق سكبة الطيب؟ طيب كل ده عد، نيجي في القداس في قبلوا بعضكم بعض. في ناس تكون متخاصمة مع بعض، فييجوا وقت قبلوا بعضكم بعضا، ده في أول الكنيسة، ده في آخر الكنيسة، أو ده هيحضر القداس الأول أنا هحضر القداس تاني عشان ما نتقابلش وما نصالحش بعض. طيب ولو عملت زي المرأة سكبة الطيب هعمل إيه؟ ده أنا هاجي جنب أخويا اللي أنا متخاصم معاه، ولما هيجي يقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا هكون انا اول واحد بمدله ايدي عشان اقبله واصالحه. انا ماليش دعوه برد فعله، ماليش دعوه هو هيوافق مش هيوافق، لكن انا قررت ان انا اخد مسار سكبة الطيب مش مسار يهوذا. فبالتالي في نقط كتيره ممكن نراجع فيها نفسنا. عارفين ابونا بعد صلاة الاسم كده والشماس بيقعد يقول بالطويل خنبي خريستوس إيسوس بنشويس تسكي فلاسيمون إحنا رؤوسكم للرب، تلاقوا الشماس بيطول، وحتى لما الشماس بيخلص لا أبونا ساكت برضو. أبونا ساكت عشان عمال يقول صلوات سرية وعمال يصلي لكل واحد فينا وعمال يقول للرب حالل وسامح واغفر لكل واحد فينا. كل دي صلوات سرية، عشان كده الشماس بيطول، مش بيطول عشان يعني صوته حلو، ولا عشان أبونا بيقرأ 6 صفحات وساعات 8 صفحات كلها عشان خاطرنا إحنا، عشان ربنا يسامحنا وينقل الخطية من حسابنا لحسابه هو. هل دي فرصة حلوة إن أنا أراجع نفسي وانتهز الفرصة بدل ما أقول أبونا هيخلص إمتى ولا الشماس طول؟ هل هنتهز الفرصة كده ولا هنتهز الفرصة وأقول طب يا رب سامحني، أبونا بيطلب عني اغفر لي لحد ما توب واعترف، سامحني اجعلني مستحق ان انا اتناول من جسدك ودمك اللي انا غير مستحق. فرص كتيرة في القداس. احنا جايين بكرة وبعده على، يعني لو سبنا القداس شوية جايين بكرة وبعده على الحان طويلة خالص، وايام بكرة هنبتدي 7:30 هنخلص 2 الدور. الجمعة العظيمة لو بدأنا 7:30 ولا 8 هنخلص 5:30 6. مش كل الناس فينا وفي حضراتكم ودانه موسيقية وهتبقى مستريحة للالحان. فانا عندي اختيارين، ينتهز الفرصه واقعد اضيع وقتي وادين في الناس والناس دول بيقولوا ايه ومش فاهمين حاجه وابتي وانجليش واحنا عايزين عربي، يا اما انتهز الفرصه وامسك كل حاجه من القرايات دي واقعد اقرا فيها واقول يا رب استخدم القرايه دي لخلاص نفسي، يا رب توبني، يا رب هو الوقت ده، يا رب هو يوم الاربع بتاع البسخه اللي انت مدهولنا فرصه عشان ناخد فيه قرار، يا رب سامحني، يا رب إن كنت أنا مزعل حد ومش واخد بالي سامحني، يا رب إن كنت ما توبتش وما اعترفتش أنت تديني التوبة والاعتراف من عندك، يا رب إن كنت توبت واعترفت وحاجة نسيها اغفر لي يا رب وسامحني. ففي كل موقف من مواقف الكنيسة إحنا عندنا الاختيار، يا نمشي في سكة يهوذا يا نمشي في سكة سكبة الطيب، ينضحي بالسماء في سبيل الأرض، ينضحي بالأرض وكل ما هو غالي في سبيل السماء. فخلينا نبقى زي سكبة الطيب، انتهاز الفرص الصح مش زي يهوذا. أختم وأقول لحضراتكم انتهاز الفرص في كل حاجة. لو جوزي صعب أو لو مراتي صعبة، دي فرصة ربنا حاططها لي يعلمني بيها حاجة، يعلمني بيها الصبر، يعلمني بيها الصلاة الزيادة. لو ابني بعيد، لو حد في الأسرة مريض، لو في مشاكل في الشغل، كل دي فرص. يا إما تاخد كل تفكيري جوه المشكلة وضيع نفسي في المشكلة، وتفكير ياخدني التفكير وربنا يحاول يخش I ignore him وكمل التفكير والدنيا هتبوظ، يا إما أنتهز الفرصة وحول كل المشاكل دي لصلاة وربنا يتدخل. ربنا يدينا ونتعلم ان كل فترة سكون سواء في القداس او في لحن طويل او كل فترة انا حاسس ان هي ضايعة من وقتي، سواء سايق او قاعد منتظر في عيادة الدكتور او قاعد منتظر حاجة، نفتكر
ونربطها ده الفترة دي يوم أربع البسخة. أنا دلوقتي في النص ساعة اللي سايق فيها أو في الساعة اللي مستني فيها ده يوم أربع البسخة، أخدت التعليم والتعليم بيقول لي إن أنسى كل ما هو أرضي وارتبط كل ما هو سماوي. تعالى أنا بكلم نفسي أنتهز النص ساعة دي وأعمل فيها حاجة بالسماء، أقول فيها يا رب يسوع المسيح، أراجع نفسي، أتصل بحد مريض أسأل عليه، أفتقد حد، أعمل خدمة. فكل فترة عندنا نفتكر كأنها يوم الأربع البسخة. ربنا يدينا نكون زي سكبة الطيب، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين، كل آمين.